مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج صوت الناس. حقيقه دي اخر حلقه قبل اجازه عيد الاضحى المبارك، يا رب ان شاء الله يعود علينا وعليكم الايام كلها بالخير واليمن والبركات. يا رب ان شاء الله اللي بيقضي اجازه سعيده ومسافر يقضيها وتمر بخير وسلام، واللي ربنا كتب لهم ان هو يزوروا بيته بيت الله الحرام ويكونوا من حجاجه حج مبرور وذنب مغفور يا رب ان شاء الله. وبنتمنى لهم ان احنا نلحقهم كمان، اللي ما لحقش السنه دي ربنا يكتبها له ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. عايزه ابتدي معاكم حلقتنا بالحديث عن حجاجنا، والحقيقه انه البعثه المصريه بتقوم بمجهود كبير جدا هناك لمساعده الحجاج، وكان في مؤتمر صحفي بمشاركه رؤساء البعثات النوعيه علشان يتم شرح التيسيرات المقدمه للحجاج المصريين والاستعدادات كمان اللي هتتم لتصعيد عرفات باذن الله اللي هتتم من فجر بكره باذن الله. يعني لو اتكلمنا على انه النهارده الرئيس التنفيذي لبعثة الحج كان قال انه هيبتدي عمل استعدادات مخصصة، هيتم تجهيز حافلات هتنقل الحجاج لمشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، كمان هيتم نقل المرضى المحتجزين في المستشفيات السعودية للمشاعر عبر سيارات الإسعاف، ده غير انه هيتم عمل حصر بأعداد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الفنادق تمهيدا لنقلهم عبر حافلات مجهزة ليهم ومخصصة للصعود عليها بواسطة كراسي متحركة. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم. كل ما يتعلق بالحجاج من إقامة وإعاشة وانتقال ورعاية طبية يتم متابعتها من هنا من غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة، والقائم عليها مجموعات من ضباط وأفراد وزارة الداخلية، وكانت موضعا لتفقد رئيس بعثة الحج المصرية الذي أشاد بتجهيزاتها وما شاهده من كفاءة في إدارة منظومة حجاج القرعة المصرية من خلالها. في تطور في غرفة العمليات دلوقتي، إن أنا لو في حد تاه أو حد عنده فقدان ذاكرة أو حاجة، يبقى في سهل جدا التعرف عليه سواء ببصمة الإيد أو بالإسويرة اللي هي في إيده أو بالكارت اللي هو لابسه، بحيث يبقى سهل جدا الوصول إليه. في الفنادق حصل حرص إن هي تعمل حجز الفنادق كاملة للبعثة المصرية، بحيث كان الأول الطيارة بتنزل بتوزع على كذا فندق، دلوقتي الركاب بتوع الطيارة الواحدة بينزلوا على فندق واحد على طول، وبالتالي تبقى إجراءاتهم أسهل. مؤتمر صحفي عقب التفقد عقده رئيس البعثة بمشاركة رؤساء البعثات النوعية لشرح التجهيزات والتيسيرات المقدمة للحجاج المصريين استعدادا لأداء المناسك مع اكتمال وصولهم لمكة، حيث استعرض مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج خطط التصعيد والنفرة الخاصة بحجاج القرعة. احنا من حوالي 10 ايام تم اعداد فريق عمل كامل لمتابعة المطوفين اثناء تجهيز المخيمات في عرفة ومنى، وكنا مأكدين عليهم المخيمات تكون مخيمات الماني ضد الحريق، اكدنا على التكييفات وتجربتها اكثر من مرة. بالنسبة لشق الحافلات، احنا من وزارة الداخلية بتتعاقد على اتوبيسات من اكفأ الاتوبيسات كلها ما بين 2017 و18 و19 مجهزة بخاصية الجي بي اس. في غضون ذلك كثف ضباط بعثة حج القرعة وأفرادها لقاءاتهم مع الحجاج في فنادق إقامتهم للتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها عند التصعيد لضمان تصعيد ونفرة ناجحين. احنا ابتدينا نجهز الفنادق ونجهز الحجاج الموجودين على أساس ان احنا نبتدي ان شاء الله التصعيد بإذن الله باكر. ابتدينا احنا نعمل مجموعات انها إشراف من أعضاء البعثة وإشراف من الحجاج نفسهم، بنلتقي بعض المشرفين عشان نبتدي نعمل عمليات إخلاء الفنادق وركوب الباصات توجها للتصعيد إن شاء الله في عرفة. السادة الضباط بيعملوا ندوات بيشرحوا لنا خط السير هيكون إيه من هنا لعرفة المزدلفة المنى. أنا ما كنتش متوقع الخدمات دي، خدمات ممتازة جدا. يعني احنا بنتمنى ان شاء الله ان موسم الحج يمر بسلام ويمر ان شاء الله من غير مشاكل ومن غير ما يكون في اي صعوبات على حجاجنا باذن الله، اللي بنتمنى لهم طبعا تاني حج مبرور وذنب مغفور يا رب ان شاء الله، يدعوا لنا هناك ما ينسوناش في الدعاء.